No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. ما بين الحاجه التقليديه القديمه الكلاسيكيه والروح العصريه اللي هي الحديثه شويه اللي هو النيو كلاسيك زي ما بيقولوا الكلاسيك المتطور. في عملاء بتحب تاخد الشابوه عشان بيبقى مكمل الالوان بتاعه مكمله مع الوان الستاير او المنفوشات، فدي احنا بنرشحها له. وفي ناس بيبقى عندهم البيت مثلا في زحمه كتير قوي والوان كتير، وبالتالي الافضل انك تحط حاجه من غير شابوه عشان تبقى النجفه برضه اهدى. بتحاول تاخد الالوان في النجف، يعني الكريستال بتاخد فيه، وما نحطش الوان كامله، بنحط تقطيعين بسيط عشان يعمل ماتشنج كده مع الديكور البيت.